الرحلة إلى الجزائر داز في ظروف جيدة، ظروف جيدة، واتوجت هذه الرحلة بالتعادل نقطة جد ثمينة في تيزي وزو. كنشكر أولا الجزائريين لأنهم ضيافين، حسن الضيافة ديالهم والطيبوبة ديالهم، كنشكرهم بزاف. والمقابلة كانت مقابلة صعيبة بزاف، مقابلة قتالية بمعنى الكلمة. اللعابة طلعوا رجالة، تحدوا ودار واحد لو جو ان اوبستاكل ديفون لي تير ديال ليكيب ادفيرس سورتو بور لي باس لونغ. كنشكرهم بزاف على القتاليه ديالهم، كنشكر الجمهور اللي ساند فريق الرجاء البيضاوي وتحمل عبء التنقل والجو البارد جدا اللي ما متعودينش عليه هنا في الجزائر. كنشكر جميع مكونات الرجاء، لا طاقم تقني، لاعبين، مكتب، جمهور اللي تابع هذه المباراه وجا لحد الجزائر باش يساند هذا الفريق. بهذه المناسبه كنشكر جميع اللعابه على روح القتاليه ديالهم اللي تقاتلوا معنا اليوم الرجوله، خصوصا الشباب اللي دخلوا اللي داروا لقاء في المستوى الحمد لله. ونقطه باش تجيبها بهذا الملعب اخويا ما نكذبش عليك، نقطه مهمه مزيانه غادي تخلينا باش تخولينا نزيدوا في المشوار ديالنا باش نتاهلوا ان شاء الله للدوزيام تور. داخل الملعب اخويا مشحونه، الجمهور عندهم مشحون والحمد لله. كان استقبال رائع، كان استقبال اخوه بينا وبينهم، ضيفونا، رحبوا بينا ما نكذبوش، ولكن الحمد لله هذه الكره وديما الجزائر مغربي ديما خاوه الحمد لله، وروح رياضيه هي اللي كتغلب. وشكرا للجمهور اللي تنقل معنا حتى لتيزي وزو، كنشكرهم بزاف. وكنشكروا الاخ زهير اللي ساندنا. قبل ديال الجزائريين كانت في المستوى الكبير، من هرجينا للجزائر وحنا كنحسوا براسنا في البلد ديالنا بحال المغرب بحال الجزائر، ما خلونا نديروا حتى شي حاجه، ما تخصنا حتى شي حاجه، كلشي الامور داز في احسن ما يرام، في جو عائلي الحمد لله. فيما دزنا فيما خرجنا فيما مشينا اي ملعب كان الاستقبال رائع. كنشكر السفاره المغربيه وعلى راسها السفير المغرب ديال صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصر الله في الجزائر، بدل واحد المجهود كبير من نهار حطينا رجلينا في الجزائر ومعانا دقيقه بدقيقه وثانيه بثانيه ونهار بنهار، لا هو ولا افراد السفاره ديالو. بسم الله الرحمن الرحيم. اول كنبغي نهني جميع فعاليات الرجاويه من الجمهور، مكتب لاعبين وطاقم طبي على هذه النقطه هذه اللي غتكون فاصله ان شاء الله في مسار ديال التاهل ديال الفريق ديالنا للدور المقبل في عصبه الابطال الافريقيا. وكنبغي نشكر الاخوان الجزائريين اللي صراحه استضافونا احسن استضافه، وشعرنا باننا في البلد الثاني ديالنا، لا من جمهور لا من امن ودرك كل شيء. والحمد لله هذا التعب ديالنا ما مشاش السودان، كانت رحله من باريس وكانوا رجاويين اخرين من المانيا من ايطاليا، والحمد لله الرجا هي هذه. الرجا وراها شعب، الرجا وراها شعب من جميع القارات، وديما غنبقاو وراها في السراء وفي الضراء، وديما ديما رجا.